لكن ان شاء الله باذن إن شاء الله الله. يعني بكره باذن الله تكون بدايه وضع قدم النادي الاهلي على منصه الذهب باذن الله. لكن بما اننا اتكلمنا عن الاعضاء والجماهير، وانا عندي دايما مقوله بقولها ان نسر النادي الاهلي عباره عن جناحين، جناح اعضاء الجمعيه العموميه والجناح الاخر هو جماهير النادي الاهلي، ومن هذا المنطلق النسر دائما وابدا يحلق عاليا. ودي كانت رساله ايضا من جماهير النادي الاهلي عند نسر النادي الاهلي امام بوابه النادي الاهلي بوضوح شديد جدا، رساله للاعبين. 180 دقيقه تفصلنا عن التتويج، قاتلوا. يعني دايما جماهير النادي الاهلي بتطلب مزيد من بذل الجهد حتى النهايه، يعني طبعا ده مصطلح، لكن عارفين الاغنيه الشهيره اللي بتغنى في مدرجات النادي الاهلي، متعه الكوره افريقيا للكبار وانت الاسطوره. باذن الله باذن الله يكون برغم بعض التخوفات برغم بعض القلق، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا 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 في الجهاز الفني، في اللاعبين، في جماهير النادي الاهلي. اللي بالمناسبه قناه النادي الاهلي بالامس كانت بتعرض مباراه الاهلي والاتحاد الليبي، الحقيقه وانت بتسمع 90 دقيقه كان في هزيمه في مباراه الذهاب 2-0، وعايز تلعب مباراه العوده ان انت تحافظ على نظافه شباكك وتسجل 3 اهداف لو مش عايز تصل لركلات الترجيح. الشوط الاول بيطلع 0-0، 90 دقيقه جماهير النادي الاهلي لم تتوقف على الاطلاق، حتى تم تسجيل هدف لكابتن عماد متعب، ثم الهدف الثاني في الدقيقه 74 كابتن محمد بركات، ثم واحده يا شهاب، وما ادراك ما واحده يا شهاب، عشان يكون جماهير النادي الاهلي بالنسبه لي كلمه السر في عبور النادي الاهلي هذه المواجهه الصعبه باذن الله باذن الله. يعني عندنا ثقة كبيرة جدا جدا ان جماهير النادي الاهلي ايضا بكرة تكون كلمة السر، ايا كان ال11 اللي هيلعبوا اكيد هيكونوا باذن الله 11 مقاتل بروح الفانيلا الحمراء. ويبقى دائما وابدا التوفيق من عند الله، وباذن الله يا فارس يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكره، لان اعتقد محتاجين قوي البطوله محتاجين دي. التوفيق. قوي. محتاجين الجنرال حظ على راي كابتن مير الشربيني. يمكن عايز اقول من نفس المنطلق ده، احنا دايما بنقول السلوجان بتاع كل الدعم، المره دي بجد يا جماعه كل الدعم، كل الدعم لمنظومه النادي الاهلي في المباراه، كل الدعم لكولر واختياراته، كل الدعم للشناوي وهو موجود وهو مش موجود، كل الدعم لعلي لطفي اللي في وقت من الاوقات كان رجل مرحله. ازاي رجل مرحله؟ يعني كان رجل اختبار. علي لطفي اللي جه في وقت من الاوقات في موسم دوري 2021 كان مع اصابه وغياب الشناوي كان موجود علي لطفي مباراه الزمالك، مباراه صعبه جدا كسبناها 2-1 مع موسيماني، وكان موجود علي لطفي وكان حاضر وكان رجل المباراه وكان من افضل اللاعبين فعلا في المباراه فنيا وعلى مستوى الشخصيه. هو ده اللي كل الدعم، كل الدعم لعلي لطفي اللي جه في وقت من الاوقات في مباراه مونتريه اللي احنا ما كسبناهوش في تاريخ، احنا كنا قبل كده وعندنا هزيمه قاسيه منه بخماسيه، كنا بنواجه مونتريه في كاس العالم للانديه وكان موجود علي لطفي وكان حاضر علي لطفي في وقت افتقدنا فيه لاعبتنا الاساسيين وافتقدنا فيه لاعبين كتير، وكان ظرف صعب جدا كنت بتفكر هتعمل مع مونتريه ايه اللي هو بجيلك الذهبي وفي كتير جدا من اللاعبين الكبار وخسرت بنتائج كبيره. كان موجود علي لطفي وكان حاضر في المباراه. كل الدعم لمصطفى شوبير اللي لما بياخد وبيشارك بنشوف قد ايه عندنا ثقه فيه، وبنشوف قد ايه هو حارس موهوب اكتر منه حارس مصنوع، حارس عنده الموهبه وعنده الامكانيات وبتحس ان عنده القدرات الواضحه جدا اللي محتاجه بس خبرات ومحتاجه مباريات. كل الدعم لده، كل الدعم من منطلق تاريخ النادي الاهلي، كل الدعم من منطلق تاريخ النادي الاهلي اللي رحنا في 2014 باللاعب سيوي سبورت وبيقف كابتن احمد عادل وقايمه 16 لاعب بتحاول تدخل بيها المباراه في كل الغيابات دي وبتقدر تكسب وتعدي. انا اقلق لو حاجه واحده غابت، هي روح النادي الاهلي. لو روح النادي الاهلي موجوده انا ما اقلقش من اي غيابات، الحاجه الوحيده اللي اقلق منها هي غياب روح النادي الاهلي، ما دون ذلك واذا حضرت ان شاء الله روح النادي الاهلي نستطيع ان نكتب التاريخ.